السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. أعلنت الوساطة في دولة جنوب السودان عن تأجيل انطلاق الجولة الثانية للمفاوضات السودانية بين الحكومة والحركات المسلحة إلى 10 من ديسمبر المقبل. وعزى رئيس لجنة الوساطة تود جولواك المستشار الأمني لرئيس الفكر ميردت تأجيل الارتباط بعض الحركات المسلحة بورش عمل ذات صلة بالعملية السلمية في السودان. قال مجلس الوزراء إن الاجتماعات الفنية بشأن سد النهضة بأديس أبابا أدت إلى نتائج إيجابية، وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح إلى تواصل الاجتماعات الفنية وفقا لإعلان المبادئ حتى 15 من يناير من العام المقبل، موضحا أنه لم يتم الاتفاق الكامل حول سنوات ملء بحيرة السد والتصريف السنوي خلف السد. جدد القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم براين شوكان دعم بلاده للسلام والتغير والحكومة الانتقالية في السودان حتى تقود الشعب السوداني لتعزيز التحول الديمقراطي. وأشار القائم بالأعمال الأمريكي لدى اجتماعه مع والي شمال دارفور بالفاشر أنه انخرط في لقاءات مع رئيس مجلس الوزراء والسيادة لتقوية العلاقات بين البلدين. بدأت بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان فعاليات الأسبوع العالمي للتوعية بالمضادات الحيوية والذي تقيمه وزارة الصحة بالولاية. وأشار مدير عام وزارة التنمية والرعاية الاجتماعية بولاية شمال كردفان إلى أهمية توعية المواطنين والعاملين في القطاع الصحي بخطورة استعمال المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الاستشارات الطبية. أشاد عادل فرح وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بدور المنظمات المحلية والدولية في تعاونها مع الوزارة في مجال مكافحة الأمراض الحيوانية المستوطنة والعابرة للحدود عبر الدعم الفني. وأعلن الوكيل خلو معظم مناطق الإنتاج والتصدير من مرض الحيوان مشيرا إلى الجاهزية للتصدير لدول الجوار والدول العربية والأفريقية. نهاية الموجز مشاهدينا، للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا الشروق.net في أمان الله.